بس ما تنسى انه كنت سامع سيد درويش كمان اللحن مش فيه شويه مصري؟ طرب شويه مصري. كنت بتسمع سيد درويش فين زياد رحمه؟ على الاذاعه. اذاعه لبنانيه؟ لا ما بيحطوا لنا اذاعه صوت العرب من القاهره. انت شايفه وجه الشبه بين الرحابنا القديم وسيد درويش؟ اديني امثله. يعني انا برايي انه لو مثلا عاش سيد درويش اكثر كان حيعمل شغل بيشبه رحابنا بشكل او باخر اكثر بعد يعني. ففي كثير نقاد بيقولوا عن سيد درويش وعن معاصر رحباني ومنصور يعني انه هولي اقرب شيء لمزار تاليفهم. جرأة بالكلام، حدا يلحن كوكو كوكو وطالعه كوكو كوكو وكل الناس بترددها، يعني فيروز بكل جديه بتقول كوكو كوكو. الحلوه دي قامت تعجن في البدريه وديك بيدا كوكو كوكو في الفجريه، يلا بنا على باب الله يا صنايعيه، اجعل صباحك صباح الخير يا اسطى عطيه، صباح الصباح فتح يا عليم، والجيب ما فيه شي ولا مليم، بس المزاج رايق وسليم، باب الامل بابك يا رحيم. انت معجب بتجربتها في اغاني سيد درويش، حاسس ان هي كانت حاجه المفروض تعملها اكتر، زوروني كل سنه مره مثلا. ممتاز يعني، بس هي يعني من ما بعرف مين معروف غير فيروز بيزوروني، كتير ناس غنوها بس بلبنان بيعرفوها انه فيروز زوروني. انت ايه من اغاني سيد درويش بتحطها في الـ في الـ في الـ في نحن عني هودا اللي صار بالحفله، هي غنتها فيروز، غنتها اجت على مصر وقتها على الاهرام او شيء بالحرب، غنت هودا اللي صار هنا.